باسكال معانا وهي أخصائية ومعالجة في علم النفس. حياك الله باسكال، صباح الخير وأهلا وسهلا. صباحكم باسكال. في البداية قولي لنا إيش هو مفهوم أو تعريف السعي وراء الكمال؟ لما نحكي عن السعي وراء الكمال أو البرفكشنزم، عم نحكي عن شخص عنده معايير كتير عالية وتوقعات كتير عالية من نفسه. يعني كل شيء بده يسعي له بالحياة، إذا كان تصرف أو إذا كان أهداف معينة، بيحط جولز أو أهداف كتير عالية لدرجة إنه ممكن تكون كتير صعبة إنه يوصلها أو بتتخطى القدرات الجسدية العقلية النفسية المعنوية تبعه. ومش بس في سعي لتوقعات عالية، كمان في سلوكيات معينة وين بينتقدوا حالهم بشكل كتير مفرط لدرجة أنه ممكن بحد ما يوصل لإساءة للذات. بالنسبة لي يعني هذا الكمال والسعي وراءه، كيف الشخص يعرف أنه هذا السعي وراء الكمال تخطى الحدود؟ ويمكن هو كشخص مو فاهم، بس حتى المحيطين، يعني علامات تخطي الحدود في السعي للكمال. مثل ما السيدة تيما كانت عم تحكي، عم تقول إنه بتقضي ساعات مهمة عم بتجهز حالها وعم تحضر حالها، لأن ما بتقبل إنها تظهر من البيت إلا ما يكون عندها المعايير إنه وصلت شكلي بالطريقة اللي أنا بدي إياها، شعراتي بالطريقة اللي بدي إياها. لما يوصل الإنسان إنه هيدا التصرف عم بيأثر على حياته اليومية، ممكن يأخره على مواعيده، ممكن يخلق له قلق معين، الإرهاق المعين. حتى سألتها إذا هالشي بيعطيك إرهاق، لأن أثبتت الدراسات إنه السعي للكمال عند الأشخاص بيودي مع الوقت، ممكن يكونوا هن كتير عندهم الاندفاع وبيخلصوا الأمور اللي بدهم يخلصوها، بس إلها كتير تأثير نفسي، ممكن يوصل للكآبة، لمرض الوسواس القهري OCD، ممكن يوصل لاضطرابات بالأكل عند الأشخاص يلي السعي للكمال عندهم هو على المظهر الخارجي، وممكن حتى يوصل للإرهاق وللكآبة عند بعض الأشخاص، وحتى نفور المحيط من هذا الشخص. ليه بيصير فيه نفور من المحيط؟ لأن الشخص اللي بيسعى للكمال كمان عنده تصرف سلوكيات إنه دايماً منسميها seeking reassurance، أو عم يسعى للتقبل ولرياحة من الآخرين. شوف لي تيابي، شوف لي شكلي، شوف لي وزني، أنا هيك. بس أنا ما يرضون، يعني يمرون عليك ناس كيف شكلي حلو؟ لا مو حلو أنت، يعني عرفت؟ فإنه في ناس يتعبونك فعلا. بتعرفي ليه؟ لأن الشخص اللي بيسعى للكمال، نحن كلنا بنعرف إنه واقعيا الكمال منه موجود. نحن as human beings، كبشر، عنا النقاط القوة والنقاط الحلوة اللي بتميزنا، بس كمان عنا نقاط الضعف. فأنا من جوا بعرف حالي إنه مستحيل أوصل للكمال. منشان هيك قد ما حدا يجرب يريحني، أنا براسي فيني يكون أحسن وفيني يكون أفضل. فعندي بنسميه التفكير أسود وأبيض، أنا يا كامل أو أنا فاشل كلياً. بيكون عندهم صعوبة يتحملوا الأخطاء يلي بتصير معهم. طيب إيش نصيحتك للناس اللي يسعون دائماً للكمال ويبغون يكون كل شيء مثالي وكل شيء ماشي على بالقلم والمسطرة زي ما يقولون، هم مو عارفين إنه هم قاعدين يعانون من شيء ممكن يضرهم؟ مثل ما قلت بالأول، السعي للكمال فيه كتير جلد ذاتي، إذا بدكم، إنه الشخص كتير بيجلد نفسه. العكس لهالشيء، أو إذا بدكم الحل من وين بدي بلش انا to practice self compassion، يعني بدي اعمل تمارين كثير قويه على تعاطف الذاتي وعلى تقبل الذات، بلا ما يكون عندي الاكسبكتيشن او التوقع انه انا لازم اكون كامل. بدي اشتغل انه اتقبل نفسي واتقبل انه انا عندي ضعف وعندي اشياء ممكن مرات ما تكون ظابطه معي. منشجع العالم تشتغل انها تحسن نفسها، بس بنفس الوقت يكون عندها تعاطف ويكون عندها احترام لنفسها ولجسدها مثل ما هن، بلا ما يكون فيها قلة اللطف مع ذاتنا أو قلة التعاطف مع ذاتنا. طيب بس كان هو هذا، يعني الموضوع البحث عن الكمال أحيانا يعني هو مصدره داخلي للشخص، ما له علاقة في المحيط، وهو يبحث عن الكمال لشعور معين هو حاب إن هو يوصله. فإحنا كيف يكون هذا الشخص يكون عنده توازن؟ وأحيانا هو هذا البحث عن الكمال ما يكون شيء السلبي، أحيانا يعني الإنسان يقدم عمل رائع، أخطاءه أقل، إشكالياته أقل، من خلال بحثه عن الكمال. لكن كيف هو يوازن هذا الشيء ويكون عنده
رضا داخلي. انت ذكرتي ممكن هو يكون ألطف مع نفسه، ما يكون عنده الجلد الذاتي الكبير، ولكن كعلاج سلوكي وذهني هو قادر يبتدي فيه. اللي سألته كتير مهم، انه هو مبلا مرتبط شوي بالمحيط تبعنا، لان ما حدا بيخلق في فكرة براسه انه انا بدي اكون كامل، بس التربية بتلعب دور كتير مهم. لما البيئة تبعي عم بتقلي انت افضل واحد وانت اول واحد ولازم تضل هيك، انا بكبر كطفل، بكبر وبطلع بهالدنيا عندي هالتوقعات انه انا لازم دايما كل شيء اعمله يكون مميز عن غيري والأول. فالبيئة بتلعب دور بتغذية هالأفكار يلي بتصير جزء كتير مهم من الدماغ ومن أفكاري ومن توقعاتي عن ذاتي وعن الآخرين معي. بس بنفس الوقت بيكون في كاركتير أنا بخلق فيه، إنه في أشخاص عندها قبول أكتر إنه هالكلمات تأثر فيها. نعم. مشان هيك بس اجاوبك، منشان هيك العلاج بالحكي او الثيرابي هو كثير مهم، تا انا اقدر هلا كادلت كناضج اقدر اشتغل على هالافكار السلبيه عن نفسي والتوقعات اللي عندي اياها عن نفسي، واخلق توقعات تكون اكثر واقعيه عن حالي. نعم. تضل اسعى ورا الاشياء بطريقه صحيه ومنيحه وانجح واوصل للاشياء المهمه الي، بس بلا ما اكون كثير اضغط على حالي بطريقه مأزيه. باسكال، احنا كمان يمكن ذكرت تيما مساله الاو سي دي، احنا خلينا نفرق بين البحث عن الكمال والاو سي دي. يمكن هذا يعني هو مصنف انه هو مرض نفسي واشكاليه وعله نفسيه، واحيانا مع امور بسيطه، ولكن البحث في يعني عن الكمال بالحياه، يعني البحث بالكمال مع الشريك، البحث بالكمال عن العمل، كيف هذا الشيء اللي الانسان قادر يتعامل فيه؟ ممكن هو على الصعيد الشخصي يعني او المظهر ما عنده هذا الشيء، ولكن من خلال العمل احنا نشوف كثير مثلا من الناس يكون كثير يعني صعب تشتغل معه، صعب تتفاهم معه، لانه هو يبي كل شيء 100% وهذا مش موجود. فكيف احنا نتعامل معهم؟ كيف نوصل لهم انه الشيء اللي تبيه هو مشروع يعني ولكن مستحيل التطبيق؟ يعني قصدك كيف نساعد الأشخاص؟ يعني أساعده أو أتعامل معه؟ الحين بساعد نفسي عشان أتعامل معه. بلش ساعده بتقبلي له. يعني أنا إذا عم شوف حدا عم يتعذب ودايماً عم يسعى وراء الكمال، بدي بلش من محل إنه الكمال منه موجود، ما فينا نسعى للكمال. أنا كيف فيني ساعده؟ كيف أنا بفرجيه تقبلي له؟ كيف أنا بتعامل مع إذا شي مرة غلط معي وهو كتير بيأذي حاله؟ بلو معلي إنه معلي إذا بتصير إنه الواحد بيعمل أغلاط، كلنا بنعمل أغلاط. كل ما انا علت التولرنس تبعي للاغلاط وللاخطاء اللي بتصير ولعدم الكمال، بصير الشخص اللي بوجهه قادر يشوف انه هو بيقدر يكون متقبل من الاخرين. نعم. بلا ما يكونوا الاخرين يعملوا رده فعل قويه اذا غلط، اذا الاشياء ما كانت كامله او اذا ما كانت بالطريقه. نعم. يعني البيئه المحيطه جدا مهمه، كثير مهم في يعني في مساعده هذا الشخص على انه يكون ألطف مع نفسه وألطف مع محيطه. مع بالختام باسكال، إذا حبي يعني توجهين كلمة عامة لأي شخص عنده هذا الوهم، عنده هذه الإشكالية، وهي هذه ممكن تكون عندنا كلنا، يعني إحنا ما قاعد نأشر فلان وفلان، لا كلنا ممكن عندنا هذا الشيء اللي هو البحث عن الكمال، مش OCD. OCD موضوع البحث للكمال يلي ممكن يوصل للOCD أو لغيره. أنا أكيد إنه كل حدا عم يسمعنا هلأ بيسعى للكمال وكتير بحط ضغط كبير على حاله، قد ما يقدر يبين قدام العالم انه انا هالشي باخذ فيه فخر. حلو ناخذ فخر بالاشياء اللي بنتبعها اذا كنا نحن بنلتزم بنحترم القوانين اللي بنحطها لنفسنا، بس كثير مهم انه يكون عندنا تقبل لذاتنا، وكثير مهم نحب حالنا، نتعلم نحب حالنا حتى مع الضعف تبعنا وحتى مع النقاط يلي منا كثير قويه فينا ونشتغل عليها. أنا ما بقدر أوصل لمحل أقدر أكون كامل، بس بقدر أوصل لمحل أنه حسن حالي. كل يوم نقدر نحسن حالنا، بس أنا وعم حسن حالي ما بدي أكون مأزية مع نفسي، ما بدي أوصل لحالي أنه هيدا الصوت الداخلي، بدي أذكر حالي أنه هيدا منه صوتي، الصوت الانتقادي تعلمته شي محل بالماضي تبعي. نعم. حدا أنعني فيه، بس أنا هلأ كناضج أنا بقدر فرق أنه هيدا منه صوتي وبدي أجرب غيره لصوت صحي وصوت بيشجعني وبيدعمني وبيقلي أنه حب حالك مثل ما أنت ومشي. نعم. على القصص على البيس تبعك لتوصل له. الأخصائية والمعالجة في علم النفس باسكال نخلة، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية ونتمنى لك يوم سعيد. شكراً. يا رب. خلينا نروح طبعا قبل نروح نتمنى إن شاء الله الكل عنده هذه الصحة النفسية وهذا التوازن،
وبالنهاية هالصورة المثالية والكاملة مش موجودة. مش موجودة أكيد أنها مو موجودة. ولا تعبون نفسكم وترهقون نفسكم وتضغطون على حياتكم علشان توصلونها. يمكن أنا مريت فترة من حياتي إنه أنا فعلًا كنت أضغط على نفسي عشان أوصل لبعض يعني بعض من الكمال، ولكن بعدين اكتشفت إنه فعلًا المجتمع كان يأثر وإنه أنا لا ما أبغى، أنا أبغى أكون على طبيعتي، أبغى أكون يعني زي ما أنا أحب نفسي مو زي ما الناس يحبوني أو يبغوني. صحيح. وهم إذا يبغون تقبلوني حياهم الله، إذا ما يبغون لا، هو بالنهاية الإنسان تقبل نفسه راح المحيط راح يتقبل. بس في ناس مثلا يجون يعني بعض الأحيان حتى وأنت تصور لا بس أنت ما اخترتي الفلتر الصح مثلا نقول أو أنت ما اخترت اللبس الصح وأنت طيب، هذه أشياء قناعات الإنسان هو لما ينتقد كثير عليها بعدين يبقى يوصل للكمال خلاص يتعب. بكرة الساعة 10 الصبح سويها مواجهة. الله يخليه. أنا كثير حبيت اللي عم تقوليه لأن شغلي كمان لازم نشتغل عليها، أنه بدي اقتنع أنه مش الكل حيتقبلني وما عليه، مش الغاية إنه كل المجتمع يتقبلني ويحبني. صحيح. الغاية أنا أتقبل نفسي لأن نحن مش موجودين هون تنردي الجماهير الكل. صحيح. موجودين تنحنا نكون راضين بنفسنا. شكرا يا بسكال، يعطيكم العافية. خلينا نروح إلى موضوع آخر.